مشاهدينا الأفاضل، عدنا من جديد، نرحب بكم وبكل من التحق بنا في ختام هذا اللقاء النسبي اللي يجمع هؤلاء الحاضرات معي جوهرات الإعلام الهادف اللي شرفوا قناة الأنيس الفضائية بباقة من البرامج المتنوعة اللي كنتوا تشاهدوها مشاهدينا الأفاضل خلال موسم 2020 بكل بداية نهاية، وها نحن وإياكم نصل إلى ختام هذا العدد. ان شاء الله يكون ختامها مسك، خاصه وانه حاضرين معنا الشيف من ولايه البليده، الشيف ناصره تهامي من بوفاريك، والشيف ساره موجد من موزايا. يعطيكم الصحه على كل ما قدمتموه لنا من اطباق تقليديه وعصريه وحلويات كذلك تقليديه وعصريه. خلينا نشوفوا الحلويات اللي حضروها لنا من بعد والاطباق من بعد راح نحكيوا معاهم وعلى مشاركتهم معنا في ختام هذا اللقاء اللي خاص بحصاد الأنيس لموسم 2020. ها نحن وإياكم بعد ساعات نستقبل سنة جديدة. تفضل معي الكاميرا ماني يوريلكم مشاهدينا وش قدمونا لي شاف نتاوعنا اليوم في ختام هذه الاحتفالية البسيطة. نبداو مع شيف ناصرة من بوفاريك ونشوفوا وش حضرت لنا. جابت لنا السف الله الله والحلويات التقليدية. تفضلي شيف ناصرة، عرفينا بنفسك قبل المشاهدين، عرفوك في عندي في الأنيس دايلي، ما عرفوكش اليوم في هذا اللقاء. تفضلي شيف. تفضلك. أولا السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. اهلا بك، شكرا جزيلا. اولا حبيت نشارك معكم اليوم كما راكم تشوفوا ديتها لكم بالصفه. الله يبارك يعطيك الصحه. الله يسلمك. ديتها بالحلويات التقليديه كما راك تشوفي، هاي حاضره لهنا الصمصه معنا. الله يبارك. يبارك فيك. حاضر المقروط. حاضر تشارك السكر. الفانيت. الفانيد اللي عندنا بزاف ما شفناهش في بين الحلويات التقليديه اللي تحضرها العائلات الجزائريه في المناسبات نتاعها. كان حاضر بقوه في ال كان حاضر بزاف. تفضلي. يزيد فضلك. حاضر معنا ثاني العرايش. العرايش فضلت الله يبارك، ندير لهم حتى ديكور. لا ورد لا والو، نديرهم كيما العرايش تاع زمان تاع زمان. العقاش الله يبارك، شابين. يبارك فيك. وحاضر معنا المشوك. المشوك كلها حلويات تقليديه ما شاء الله، حتى الكسكس بطريقه السفه هكا بطريقه السفه. الله يبارك ما شاء الله. شحال استغرقتي وانت تحضرينا فيها الحلويات؟ شوفي ما طولتش بزاف. كيما السفه هذه بالمناسبه نحيي مرت خالي عاونتني فيها البارح، يعطيها الصحه، حتى احنا نحيوها ونقولها كل عام وهي بخير. الله يسلمك ان شاء الله. كيما بالنسبه للحلويات هذو اللي راك تشوفي فيهم ما استغرقوليش بزاف، يومين. الله يبارك يعطيك الصحة. يبارك فيك. يعطيك الصحة. كلش تقليدي. تقليدي يعطيك الصحة ما شاء الله. ربي يخلي لك صحتك وربي يحفظك ويحفظ لك والديك اللي دائما يشجعوك باش تلحقي اللي ما أنت عليه الآن. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات. إن شاء الله إن شاء الله. نعاود نقولوا للشيف سارة ومن بعد نعطوا لك كلمة تقوليها بمناسبة حلول السنة الجديدة. تفضلي شيف سارة من موزايا. عندها حساسية شيف سارة من الميكرو. مشاهدينا سارة ما تشدش الميكرو، اسمها شيف ناصرة، دوك راح تلعب الدور نتاعي إعلامية واحدة أخرى وراح تشد الميكرو سارة. تفضلي إليك الخط. إن شاء الله تكون بخير. إن شاء الله. الله يسلمك. ناصرة الله يسلمك يعيشك. كنا الحليم جينا لكم أطباق تقليديه وعصريه. واش درتي لنا شيف ساره اليوم؟ شاركتي معنا؟ شاركت بها. ومن ناس حلويات متنوعه. ومن حلويات متنوعه. اهي مبرجع هذه اخام تحكم ما غلطش ياك. يلا الله يبارك ما شاء الله. تمر محشي. اهي هذه ثاني كولا ولا طريقه عصريه تقدم في الاستقبال. ايه كانوا يديروها جوست باغ لا با داموند بعديها ولاو يديروا شويه شوكولا. كل مره كفايه بالشوكولا. جميل. تما حنا بدلنا جبنا هذا دور المبدعات الجزائريات. بيسك ناصيره قالت انا ندير الكسره التقليديه ولا انت رحتي للشيء العصري. انا هي سقتي ما ديتيليش الدور تاعي شفايه. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. احنا اللي لازم نشكركم على مشاركتكم معنا في هذا اللقاء. كنت شاف حضرتي معنا من قبل مره اخرى. عجبتكم الحلويات؟ قولي لي حتى كي نذوقوا هكا صح. وحده فيك
كما يحب تقولها صح شكل بعد يا تيغي صح صح يعطيكم صحة إن شاء الله شرفتونا مرة أخرى إن شاء الله تكون عندكم مشاريع معنا في قناة الآنس في الموسم 2021 وإن شاء الله نوعدوا مشاهدينا أنه لي شيف اللي راهم حاضرين معنا راح تشوفوهم معنا في القناة ومعايا في المفاجأة اللي راح نحضرها لكم إن شاء الله في 2021 إن شاء الله يا رب. كلمة أخيرة شيف نصيرة ربما تهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة بمناسبة حلول السنة الجديدة التهنئة الأولى والواحدة اللي دائما تكون هي الوالدية ربي يطول في عمرهم إن شاء الله أختي ولادهم كامل هي إن شاء الله هي طويلة ما نقدرش نقولهم كامل يعني صعيبة أستاذ آمين يخرجنا بالوحدة وإذا بديتي تقولي في لاليست طويلة تحية للوالدة أكيد أخويا وأختي بلا ما نهدي الاصدقاء بلا ما ننسى الاصدقاء والصديقات كامل اللي غنشوف فيها نقول لهم ما تزحفوش اللي ما تفكرتهاش وبرك حاجه صغيره برك كاين برك مجموعه من الاصدقاء راهم بزاف يعاونوني في الوصفات تاعي اولهم اسكندر تركمان تحياتنا لهم وفاتي ورشا هذو بلا ما ننساهم تحياتنا لهم وكل عام وهما بخير ان شاء الله نقول لهم كامل كل عام وهما بخير بلا ما ننسى العائله الكريمه كامل ونشكركم بزاف على هذه الاستضافه الرائعه العفو لا شكر على واجب احنا بنشكركم على تواجدكم معنا وعلى مشاركتنا هذه الاحتفاليه البسيطه اللي حبينا نحضروها كنا حابين تكون احتفاليه كبيره اكثر لكن نحن في وسط هذه الظروف الاستثنائيه اللي تسبت فيها جائحه كورونا ولهذا احنا في حنا زدنا في دقيقنا بيناتنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يخلينا دائما مجتمعين مع بعضنا ودائما تجمعنا قناه الانيس الفضائيه يكراكم موفقين يا باي ان شاء الله ربي يطول في عمركم اعطي الميكروفون دوكا ساره تشد الميكروفون وتقول لي كلمه اخيره وتشكر عمي الناس قلت لي عمي الناس يا ميونس صح تفضلي اهلا شكرا تفضلي ساره اولا نشكر الاهل تاعي بابا اللي راهو هنا حاضر معنا تحياتنا لك عمي الحاج ربي يطول في عمرك ربي يطول عمرك شكرا في سكنة الصباح هي عمي عاونتك في تشخشوخة يعطيها الصحة عمي يونس بزاف مرت خالي اخويا واختي لهم في الغربة ان شاء الله ربي يفتح علينا ان شاء الله في سكنة حشناهم ان شاء الله وربي يحفظنا وربي يحفظ كل واحد وان شاء الله يدخل علينا عام جديد بالصحة ان شاء الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة بلادي ولادك يا شفتي واش نسيتي نسيتي الاستثمار نتاعك شفتي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم وان شاء الله تشوفيهم في المقامات عليا ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه اذا مشاهدينا الافاضل احنا نواصلوا الاحتفاليه نتاعنا ما بيناتنا قلنا لكم زدنا في دقيقنا بسبب كورونا ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وتكون معنا مجموعه كبيره منكم تكونوا مشاركين ان شاء الله في احتفاليه حصاد ان شاء الله الانيس لسنه 2021 الى هنا نقول لكل الحاضرين معايا من جوهرات نقولهم دائما الاعلام الهدف اللي دائما ينقلوا لكم رساله من خلال برامجهم كل واحدة منهم في تخصصها دائما باش يغرسوا المحبة والألفة والأخلاق الحميدة اللي دائما يحثنا عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية الشريفة إلى هنا مشاهدنا الأفاضل نقول لكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله انتم الخير نتاع كل عام إن شاء الله ربي يطول في عمركم وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وإن شاء الله تدوم الصحة والفرحة والسعادة والحب وكل الحب بين كل أفراد العائلة وبالتالي المجتمع إلى هنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم تحياتي للعائلة نتاعي مكبيرهم نصغيرهم وعلى راسهم والديا اللي ربي يخليهم لي تاج على راسي وليدي واللي ربي يطول في عمره ان شاء الله نشوفه كذلك في المقامات العليا ان شاء الله ان شاء الله لكل جيراني لكل اللي نعرفهم من خوالي اعمامي احب الاقارب الاهل لوقت طويل راح يخرجني استاذ امين بقاو على خير نتلاقاو ان شاء الله في اعداد اخرى في موسم 2021 الى هنا دمتم في رعايه الله وحفظه تحياتي لكم والى اللقاء